السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أفلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، حيث نقرأ فيها مقالا للكاتب عصام الياسري بعنوان: هل يستطيع الشعب العراقي انتزاع حقوقه من المتسلطين؟ يقول الكاتب: الإجابة على هذا السؤال تتطلب الأخذ في الاعتبار السياق الذي يحدث فيه النضال في أي بلد من أجل انتزاع الحقوق، مع جدية البحث عن الاستراتيجيات والخطوات العامة، ليس النظرية فحسب، إنما العملية التي يتبعها الشعب، أي شعب، للحصول على حقوقه من الحكام المتسلطين. هنا تقع المسؤولية بالأساس على النخبة السياسية والقوى الوطنية النزيهة وأصحاب الفكر والقلم والصحافة، والمهم هو فهم الواقع المحلي والظروف السياسية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب العراقي منذ 6 عقود. لأجل إحداث التغيير السياسي وإرساء مفهوم دولة المواطنة والقانون. بالتأكيد أن الرد على العنف المسلح بالعنف المسلح غير مستحب، وقد يؤدي إلى تصاعد العنف والفوضى على نطاق واسع. في الدولة المدنية، الحوار والسلمية هما الوسيلتان الأكثر فعالية للتعبير عن المطالب والحقوق. لكن عند ممارسة العنف المسلح من السلطة باتجاه المتظاهرين الملتزمين بالسلمية، يمكن للمتظاهرين أن يستخدموا وسائل أخرى أكثر فعالية، مثل العصيان المدني والاضطرابات وحملات المقاطعة وتوجيه الرأي العام الداخلي والعالمي للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم. إلى ذلك، فإن حق الدفاع عن النفس هو حق أساس ومشروع في حالة تعرض المتظاهرين للهجوم المسلح الذي يهدد حياتهم، بمعنى يمكن أن يستخدموا الدفاع الذاتي للحفاظ على سلامتهم الشخصية مع الالتزام بالقوانين والقواعد المحلية والدولية المتعلقة بالحقوق العامة. إن استحداث استراتيجيات ناجعة للتغيير وإزالة ما أحدثه النظام الطائفي من تراكمات سياسية واقتصادية ومجتمعية خطيرة تقع على عاتق التيارات الشعبية للحراك الجماهيري والأحزاب الوطنية العراقية. حول ما سماها أكاذيب المالكي، كتب جهاد بشير مقالا في صحيفة البصائر العراقية، جاء فيه: لم يكن نوري المالكي ليحظى بثقة شبه مطلقة من جانب واشنطن وإيران على حد سواء لو لم يحترف الطائفية السياسية على الشكل والنمط اللذين يظهر بهما دائما في كل موقف يقتضي إثارة الجدل والعبث برماد الطائفية، محاولا استخراج بعض جمرها ليلقيه بين الأوساط الشعبية في العراق، لعله يظفر ببعض التحشيد المولد للفوضى والعنف. اللافت للأنظار أن إساءة نور المالكي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا قوبلت برأي عراقي شبه جمعي ينطلق من توصيف هذا المسيء بالكذب والإفلاس تارة، وبالتجريم والفساد تارة أخرى، بل حتى من جانب من يظنهم المراقب جزءا مما تدعيه الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران أنها حاضنة شعبية. أزمة توليد الطائفية السياسية في العراق تمايزت فيها المواقف وتجلت عندها الحقائق، فبينما سارعت هيئة علماء المسلمين لتتبوأ موقعها بالدفاع والصد وصيانة مناقب رجال هذه الأمة الذين حباهم الله تعالى برضوانه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكشف حقيقة الطائفيين الطارئين على العراق وسفه مشروعاتهم ودناءة مقاصدهم، أظهرت الأزمة حقيقة بعض الأوساط والساحات والمؤسسات والمجامع
ما بين أصحاب صمت مطبق خوفا على مصلحة أو مداهنة طمعا بالاقتراب خطوة من أحزاب السلطة، وما بين متوهمين ظنون أن الحزم في الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وتبرئة تاريخ الأمة مما يرسق به من أكاذيب يصب في صالح المسيء ويروج له ويجعل منه ندا، في تصور أقل ما يمكن وصفه بأنه وهم مدجج بالسذاجة، لأن المالكي ومن في زمرته من الطائفيين أعلنوا حربا قديرة على مقدسات الإسلام وحملة لواء شريعته، وسواء أكانوا ردا أو لم يكونوا فإنهم عدو صدق عليه الشيطان ظنه، ولا سبيل لكبحه إلا بمواجهة معلنة. حول المتاهة اللبنانية كتب مصطفى فحص مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، جاء فيه: في السباق للخروج من لعبة المتاهة اللبنانية يتعثر المشاركون المحليون والدوليون بالوصول إلى خط النهاية أي المخرج، فمنهم من يدور في مكانه أو حول نفسه، ومنهم من يراوح مكانه، وفي الحالة اللبنانية حتى المراوحة تتحول إلى حرفة يتقنها بعض اللاعبين المحليين يستخدمونها للمراوغة أو إشغال منافسيهم وتشتيت تركيزهم حتى في أصعب الظروف التي تهدد نظامهم السياسي أو حتى كياناتهم، فأغلبهم يراهنون أن في الطريق للوصول إلى خط النهاية يسقط بعض الخصوم وبعض الأعداء وحتى بعض الأصدقاء، فلا ثوابت أو التزامات تفرض أو تفرض على المشاركين بالوصول الجماعي إلى خط النهاية. منذ الفراغ الدستوري أقحمت باريس نفسها في لعبة المتاهة اللبنانية، فتحولت إلى لاعب محلي رغم موقعها الرصين في اللجنة الخماسية، وبعدها تاهت خططها بين الأفرقاء اللبنانيين وبدأت تبحث عن مخرج طوارئ يعيدها إلى موقفها التاريخي المساعد على الحل بعدما تحولت إلى جزء من المشكلة. لكن مبعوثها الجديد القديم وزير الخارجية السابق جون إيف لودريا، رغم معرفته العميقة بلبنان والمنطقة، لم يزل يراهن على استرضاء الأطراف عبر الحوار لحل المسألة اللبنانية التي باتت أقرب إلى أزمة نظام وليست أزمة سلطة. لودريا العائد إلى بيروت في جعبته دعوة إلى الحوار يبدو أنها ستكون على مستوى قيادات الصف الثاني، وهدفها البحث في كيفية سد الفراغ الرئاسي، ولكن من دون طرح أسماء والاكتفاء بالمواصفات، وهذا ما لم يستسغه طرف كان الحوار عدته الأساسية ويدعو إليه دائما تحت قبته البرلمانية. لذلك في المتاهة الجديدة يرفض بعض الأطراف الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري في البرلمان، فهو يخضع لشروط الثنائي حزب الله وحركة أمل الذي سيضع جدول أعماله وأهم بنوده، وفي مقدمتها التمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. نشر موقع ذهل مقال رأي للبروفيسور عاموس أنغويرا المحاضر في القانون بجامعة يوتا، دعا فيه الولايات المتحدة للرد على تسامح إسرائيل مع مذابح المستوطنين وإرهابهم في الضفة الغربية. وقال الكاتب: وبناء عليه يجب إثارة السؤال بشأن استمرار الدعم المالي الأمريكي وبسرعة تامة، ولا مبرر لعدم حدوث هذا النقاش، والفشل في ذلك هو انتهاء كل كلام هالفي، ويعكس التواطؤ المتفرجين الذين يعينون على الشر. الأول هو التي ارتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أضرت بمواطنين أمريكيين، وباتت هذه أحداثا يومية وتجري بإيماءة وغمزة من الحكومة الإسرائيلية التي لا يتجاوز شجبها مستوى الكلام. أما السبب الثاني فهو إصرار الحكومة الإسرائيلية على حرمان القضاء من استقلالياته الضرورية للتفريق بين السلطات والرقابة والضبط،
ويقول غويرا إن كلمة باغروم مذبحة والمحفورة عميقا في ذاكرة اليهود كلمة صحيحة ومناسبة لوصف أفعال المستوطنين اليهود. وأنا مقتنع بناء على تجربتي في الجيش الإسرائيلي وأبحاثي الأكاديمية أن المستوطنين الذين يرتكبون المذابح هم إرهابيون ويجب محاسبتهم، ولكن هذا الذي لا يحدث وهو لعنة لسيادة القانون. تعهد الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية إلى كييف لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، بيد أنه قد يكون أصبح حقيقة واقعة. فوفقاً لمجلة دير شبيغل الألمانية، فقد وصلت بالفعل أسلحة عنقودية أمريكية تسلمتها الحكومة الأوكرانية. فقالت المجلة واسعة الإطلاع إنه وفقاً لضابط عسكري أوكراني، فإن القنابل العنقودية التي وعدت بها الولايات المتحدة في الحرب ضد روسيا قد وصلت بالفعل إلى البلاد. وتعد اتفاقية ذخائر العنقودية جزءاً مهماً من القانون الدولي لحظر استخدام الذخائر العنقودية، تماشياً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يركز على احتياجات المدنيين. إن كل قنبلة عنقودية يمكن أن تنشر عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة على مساحة واسعة النطاق، وأحياناً لا تنفجر هذه الذخائر الصغيرة على الفور، وهو ما يطلق عليه معدل الفشل، وتترك في البيئة، وغالباً ما تغوص في الأرض أو المياه. وفي الحروب الأخيرة ظلت معدلات الفشل مرتفعة وتراوحت ما بين 10% إلى 40%، رغم أنها كانت أقل كثيراً في مرحلة الاختبار. يشار إلى أن تداعيات هذه الذخائر الصغيرة التي لم تنفجر مماثلة لمدى للألغام المضادة للأفراد، وأسوأ منها في بعض الحالات، وتبقى هذه الذخائر العنقودية سنوات وحتى عقولاً بعد الاستخدام، وغالباً ما يلتقطها الأطفال الذين يعتقدون أنها لعباً، وعند انفجارها يشوهون أو يقتلون. والنتيجة واحدة سواء كان من أطلق هذه الذخائر عدوون أو من جانبهم، كما أن استخدام هذه الأسلحة ينتهي كل قانون الإنساني الدولي، أي مبدأ تمييز الحاجة في أي صراع مسلح للتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأغراض العسكرية والمدنية، كما أن المخاوف تتعلق بانتهاك مبدأ التناسب والقاعدة المضادة للهجمات العشوائية. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. Thank you.
في منطقة معزولة بشمال موريتانيا تصارع مدينة ودان التاريخية من أجل البقاء بعد أن ظلت لقرون عاصمة للقوافل التجارية ومركزاً مشعاً في الصحراء. تقع المدينة الأثرية في منطقة أدرار شمال موريتانيا في قلب الصحراء الكبرى على بعد 600 كيلومتر من العاصمة نواكشوط، وهي مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. يقول المؤرخون إن أصل تسمية ودان عربي يعود إلى كونها تضم واديين، وادياً من علم ووادياً من نخيل، فيما روى آخرون أن كلمة ودان صنهاجية أصلها إيوالان، وهي تعني أرض الملح. يقول عدد من المؤرخين إن ودان هي أول مدينة تشيد في موريتانيا، وتأسست سنة 536 للهجرة الموافق لسنة 1142 للميلاد. التقطت عدسة وكالة الأناضول مشاهد جوية ساحرة لجمال الكثبان الرملية في حديقة وادي الموت الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويعرف وادي الموت بأنه أحد أكثر المناطق سخونة على كوكب الأرض. الآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Великі ракети, моделі і так далі. От цей корабліки на пульті керування. Ну, от таке от невелике. От, тобто, ну, в основному розказував, як то воно все, і мені було цікаво, сам потім якось в інтернеті десь щось дивився. От, в школі в бібліотеці читав книжки. Тобто, ну, було цікаво, то робив. Я не думав, що воно мені знадобиться, от, але так от працює. Бачив, що таке є в рашистах, от, деякі, можна сказати, вовочію побачив. От, і думаю, а чим ми хуже, так? Чому б нам не виробляти? Я вам скажу так, якби ще на початку війни, повномасштабної вже, так, у нас були такі дрони, ну, їх би зустрічали на кожній дорозі. З кожної такої посадки виїжджали по ці дрони і просто колону позносили. إذن مشاهدينا بهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.